السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة طالبات كلية زراعة جامعة الإسكندرية، أهلا بكم وحلقة جديدة من بودكاست اختر قسمك الموسم الرابع. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن قسم من أقسام مجال وقاية النبات، وهو قسم علم الحشرات، قسم من أقدم أقسام الكلية، يضم نخبة عريقة من علماء وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والمهتمين بالحشرات الاقتصادية النافعة منها والضار. خلونا نرحب بالأستاذ الدكتور محمد عوض سليمان داريان، رئيس قسم علم الحشرات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الحاصل على جائزة الجامعة التشجيعية للتفوق العلمي عام 2002. كان له الفضل في اكتشاف وتسجيل العديد من أنواع الحشرات مثل ذبابة الخوخ في مصر وسوسة النخيل في ليبيا، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات ذات العلاقة بالمجال. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مرحبا بك. مرحبا بك. هنبدأ مع حضرتك بسؤال بسيط جدا وهو اللي بيهم دايما الطلبة، قسم حشرات عبارة عن إيه، أو قسم علم الحشرات عبارة عن إيه، هدرس فيه إيه؟ أعزائي وأبنائي طلاب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، تحياتي لكم جميعا. بإذن الله هنبدأ ندي فكرة عن أحد أقسام كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بالشاطبي، وهو قسم علم الحشرات التطبيقي، وهو من الأقسام العريقة التي نشأت مع نشأة الكلية في عام 1942 لما كانت كلية الزراعة في دمنهور، ثم انتقلت عام 46 إلى الإسكندرية، وكان هذا القسم أحد الأقسام السبعة الموجودة. مع تطور تاريخ القسم في سنة 54 وضع هو قسم كيمياء المبيدات تحت مسمى قسم وقاية النبات، واستمر حتى سنة 93 وأصبح قسم منفصل، طبعا كان اسمه قسم علم الحشرات الاقتصادية. سنة 93 تم تغييره إلى قسم علم الحشرات التطبيقي. هندي فكرة عن ما هي الحشرات الاقتصادية اللي هي مجال علوم هذا التخصص. طب وحضرتك إيه علاقة القسم بباقي الأقسام، يعني بيخدم على قسم الزراعة أو كلية الزراعة مجال الزراعة إزاي؟ هو أولا عايزين نعرف الأول مجال دراسة قسم علم الحشرات، وهو مجال الحشرات الاقتصادية. كتير جدا ما يعرفش يعني ايه الحشرات الاقتصاديه. احنا مقصود بها عندنا ان هي دراسه اي حشره لها علاقه بالاقتصاد القومي، سواء حشرات ضاره تؤثر على الاقتصاد بالسلب او حشرات نافعه تؤثر على الاقتصاد بزياده. يعني مثلا الحشرات النافعه زي ديدان الحرير، زي نحل العسل، والمفترسات والطفيليات التي تستخدم في مجال المكافحه البيولوجيه. اما الحشرات الضاره فكتيره ومعروفه، منها ما يتعلق بالمجال الزراعي اساسا، ومنها ما يتعلق بحشرات الصحه العامه الناقله لامراض الانسان والحيوان. طب حضرتك الطالب دلوقتي لما بيدخل القسم يبدا يدرس مواد عامله ازاي في سنه ثالثه وسنه رابعه؟ نحب نقول ان الطالب بيدخل كليه الزراعه سنه اولى بيدرس في قسم علم الحشرات مقررين مهمين جدا من اساسيات العلوم، وهو اساسيات علم الحيوان بياخده في الترم الاولاني في السنه الاولى مستوى الاول، ماده او مقرر علم الحشرات وبياخده في الترم الثاني، وهو من العلوم الاساسيه لدراسه علم الحيوان والحشرات. طبعا بيقعد عندنا في السنه ديت وبعدين بيروح سنه ثانيه وبيجي يتخصص في سنه ثالثه ويبدا يسال عن التخصصات. بعض الطلاب لما بيبص القسم علم الحشرات في بعضهم يعني ما بيحبش الاسم على اعتبار ان اخذ في سنه اولى بعض الحشرات الضاره اللي هو ممكن يعني يشمئز منها او بيجي له نوع من الفوبيا من دراستها، زي الصرصار الامريكي مثلا اللي كلنا عارفين ايه هذا الكلام. لكن لما بيجي يخش في سنه ثالثه بيلاقي العمليه مختلفه تماما، ده بيدخل قسم علم الحشرات عشان يتعامل مع 3 ارباع المملكه الحيوانيه، يعني 75% من تعداد الكائنات الحيه الحيوانيه على الارض عباره عن حشرات، اكثر من 1.5 مليون نوع مكتشفينهم لحد النهارده، بالاضافه لكل سنه بيكتشف 10,000 نوع. اذا هذا العلم مهم جدا واحنا مش مدركين ليه، لكن التعايش مع الحشرات بنعرف بقى ايه كتير جدا بين سلوكها والتعامل معها. فبالنسبه للتخصص هو هيلاقي دراسه واضحه، دراسه جميله، دراسه شيقه، دراسه مهمه. وعلاقه القسم بالاقسام الاخرى ان هو عندنا في الكليه 19 تخصص، منهم اساسا الاقسام النباتيه اللي هي اقسام المحاصيل والفاكهه وزهور الزينه، كل هذه المزروعات بتتعرض للاصابه بالافات الحشريه. اقسام الانتاج الحيواني، الحيوانات بتتعرض لبعض انواع الحشرات الضاره بصحه الحيوان زي اقسام الانتاج الحيواني والدواجن وخلافه. يا ريت حضرتك برضو اتكلمنا شويه عن المجال ده، لو انا دلوقتي في سنه اولى وسنه ثانيه الا اهتم بالمواد اللي حضرتك ذكرتها بس، ولا في مواد تانية برضو ابدا اهتم بيها، وايه برضو الجي بي اي اللي هيقدر يدخلني القسم ده؟ هو الحقيقه في لائحه الكليه قبل سنه 2009 كان فيها اقسام التخصص علم الحشرات او الحشرات الاقتصاديه، كان متخصص قائم بذاته، هو مازال قائم بذاته من ناحيه الدراسه والكليه، لكن اللائحه بتاعت 2009 اتغيرت الى ان الطالب يتخرج وياخد بكالوريوس يسمى ببكالوريوس وقايه نبات، احد المجالات الكليه مجال وقايه النبات، يعني يدخل في سنه ثالثه هيبقى مجال وقايه نبات، بعد لما يطلع سنه رابعه بيتوجه ناحيه التخصص الحشرات في الكيمياء المبيدات وفي امراض النبات في سنه رابعه. اقسام ايه؟ فرعيه. يمكن الجزئيه اللي اتعملت عشان سوق العمل، اللي دايما سوق العمل خاصه المزارع بتطلب خريج وقايه النبات يكون عنده فكره او معرفه بالافات اللي هي امراض النباتيه زي امراض النبات والافات الحشريه وطرق المكافحه اللي بيدرسها في المبيدات، فبيبقى عنده مجال اوسع للعمل والمزارع بتستفيد منه بدرجه اكبر. فده الخريج الحالي بتاع اللائحه الجديده. معنى كده حضرتك ان في مواد اختياري كمان في السنه الرابعه بتبقى موجوده؟ طبعا اللائحه 2009 او 2017 هي
مقسمة إلى مواد إجبارية أغلبها بتبقى علوم أساسية وعلوم أساسية في التخصصات، وضيف ليها المواد الاختيارية عشان يوسع مدارك الطلاب في الرغبات وإن يعرف ويركز على جزء من أجزاء للتخصص. بيت حاجة برضو اتكلمنا عن الطالب في سنة ثالثة وسنة رابعة يبدأ يشتغل على نفسه إزاي عشان يتميز عن زميله اللي في نفس القسم، يعني هل في دورات معينة ياخدها، هل في كورسات معينة؟ هو طبعا طالب بصفة عامة في الكلية عندنا عشان يقدر يتوع بالتخصص زي ما انتم عارفين لابد من متابعة المحاضرات والعملي بشكل جيد عشان يقدر تبقى المادة العلمية سهلة بالنسبة له ويقدر يستفيد أكتر. التدريب الميداني في مقرر عملها الكلية، هذا المقرر بيتناول النواحي التطبيقية لدراسة التخصص وبيتعمل فيه زيارات ميدانية لبعض الشركات وبعض المزارع، لكن ده طبعا ما بيكونش كفاية للطالب، بيبقى يعني بداية. المفروض هو بعد كده بعد التخرج يعني يبدأ يبحث في هذه المجالات، سواء كان في دورات بقى تدريبية بتتم عن طريق الجامعة أو عن طريق أحد المراكز التخصصية، كل ده هيبقى إضافة ليه في المستقبل. وبرضه من أهم الحاجة إن الطالب يقوي نفسه في حاجتين، ودي معروفة على مستوى كل الخريجين، اللي هم الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، لأن دي بتفتح له مجال أوسع في الشركات اللي بتتعامل مع دول أجنبية أو استثمارية داخل مصر. طب وهل في تدريب صيفي؟ يعني لو الطالب حابب في الصيف يشغل وقته بتدريبه الجزء العملي؟ التدريب الصيفي بعض الشركات ده بيكون اختياري، وبيجتهد فيه الطالب بنفسه، بيسعى عن طريق شركة بياخد موافقتها وبياخد موافقة من الكلية، وشركة لو وافقت ممكن يوسع المدارك بتاعته أو مزارع أو خلافه. طيب وبالنسبة حضرتك لفرص العمل بالنسبة للأولاد والبنات، هل متكافئة ولا بيبقى فيه ده ليه مجال في العمل وده ليه مجال في العمل؟ هو عامة فرص العمل في مجال علم الحشرات التطبيقي متنوعة، نذكر منها مثلا على سبيل المثال الشغل أو العمل في الحجر الزراعي في الجمرك، وده من أهم المجالات في العمل على أساس إنه لازم يكون متمكن من دراسة الحشرات وتصنيفها وتعريفها عشان نقدر نفحص الشحنات اللي جاية من الخارج ونقول إيه مسموح به وإيه مش مسموح به عشان ما تدخلش آفات من الخارج داخل القطر وتسبب لنا خسائر بالمليارات والملايين بعد كده. فده أحد المجالات الموجودة في العمل. المجالات الأخرى عارفين طبعا إن المنتجات الزراعية أغلبها بيخزن داخل المخازن وفي شركات التصنيع، تعرض للإصابات الحشرية سواء وهي جاية من الحقل أو سواء وهي داخل المخازن، فمجال التعرف والوقاية وحماية هذه المنتجات من الحشرات تكون موجودة في المخازن وشركات المطاحن والصناعات الغذائية وخلافه. المجال الواسع جدا المعروف اللي هو المزارع، الشركات الاستثمارية اللي بتقوم بزراعة الفاكهة ونبات الزينة والخضر وخلافه، طبعا دي بتتعرض للإصابة بالآفات الحشرية، فمطلوب مهندس زراعي نمرة واحد يعرف ايه هي الإصابة، يصنف الحشرات اللي هي بتسبب الإصابة، يضع برنامج للوقاية من هذه الحشرات، ويضع برنامج لمكافحة ان وجدت هذه الآفات او الحشرات داخل المزرعة. بالإضافة لكده لو شفنا بعض الطلاب بيسألهم على المشاريع الصغيرة اللي ممكن تتعمل في مجال علم الحشرات التطبيقي، طبعا احنا عندنا حاجتين مشهورين جدا اللي هم المناحل، تربية نحل العسل، ودي من المشاريع الصغرى الهائلة اللي ممكن اي خريج بمبلغ صغير او بدعم من البنك لو حصل على تمويل صغير يقدر يعمل هذا المشروع ببساطة. مشروع لا يحتاج لتفرغ، يحتاج للذهاب ليه 3 مرات في الشهر في صيف ومرة كل شهر في الشتاء، وممكن يكون حتى جانبي لو هو بيشتغل في مجال تاني يقدر يعمل تربية نحل العسل عشان ينتج عسل النحل، ينتج شمع النحل، ينتج غذاء ملكي، ينتج سم النحل، ينتج مواد اسمها بروبوليز، دي معروفة ومشهورة في مجال علم الحشرات. الحاجة التانية اللي كانت برضو كانت رايجة قبل كده وعايزين نرجعها تاني اللي هو تربية وإنتاج الحرير من ديدان الحرير وخاصة دورة حرير الأز أو دورة حرير التوت اللي موجودة عندنا لحد دلوقتي، يقدر برضو مشروع صغير والمنتج بتاعه وزارة الزراعة بتعمل مزاد سنوي وبتسوقه له في السوق، دي أحد المشاريع الصغرى. المستقبل برضو رايح حاليا وبدأ ده إن ممكن الخريج يعمل وحدة لإنتاج الأعداء الطبيعية اللي بتستخدم في مكافحة الحشرات، في النهاردة وحدات صغيرة لإنتاج المفترسات، ممكن ينتج حشرة اسمها أسد المن أو حشرات أبو العيد، ودي كلها مفترسات للمن والحشرات القشرية والباقي الدقيق في الحقول، ممكن ينتج فيليات حشرية زي طفيل مشهور اسمه طفيل التريكوجراما، وهذا الطفيل يستخدم لمكافحة أكثر من 30-40 نوع من آفات الفراشات اللي بتصيب محاصيل زي ديدان الذرة والقصب والقطن والديدان اللي بتصيب الخضر ومحاصيل المختلفة. في كمان نقطة برضو هوضحها اللي هو حديثة شوية اللي هو إنتاج بعض الحشرات اللي بتستخدم في مزارع الدواجن والإنتاج الحيواني كمصدر للبروتين، وهي بتتوسع في الوقت الحالي، وإحنا في القسم عملنا ندوة كبيرة عن هذا الموضوع اللي هي الحشرات تعمل كغذاء للإنسان والحيوان، نتوسع في هذا الاتجاه جديد. طب بالنسبة لحضرتك إنتاج سم العقارب كان برضو في مشروع ده كان حد بيعمله، هل ده برضو القسم بيقدر يساعد الطلبة في الموضوع ده؟ لا، أول حقيقة إحنا قسمنا أنا نسيت أقول برضو إن هو ليه أقسام فرعية داخل القسم، لو قسمناها حلقة عندنا طبعا بندرس علوم أساسية في مجال فسيولوجيا الحشرات والإيكولوجي وخلافه، لكن عندنا مثلا تخصص المكافحة البيولوجية للآفات الزراعية، وعندنا مجال الحشرات الطبية والبيطرية برضو معمل دراسة وعلم الحشرات الطبية والبيطرية، وعندنا مجال إنتاج النحل العسل ومجال إنتاج الحرير، بالإضافة لتخصص مهم وهو الحيوان الزراعي وعلم الأقرصات، وده من التخصصات الكبيرة في مجال علم الحيوان بصفة عامة موجود في القسم عندنا، لكن احنا الحقيقة اتجهنا لدراسة اللافقريات زي العقارب وخلافه وإنتاج السموم لم نتطرق لها، وأعتقد إن هناك كليات أخرى ومعاهد أخرى بتمشي في هذا الاتجاه زي كليات العلوم. طيب يا ريت حضرتك برضو اتكلمنا عن المعامل والتحاليل اللي ممكن
ممكن الطالب يقدر يعملها في القسم؟ هل ممكن يتخرج يشتغل في مجال التحاليل الطبيه؟ لا، هو طبعا احنا بالنسبه على مستوى القسم من ناحيه التطبيقيه وخدمه البيئه، احنا عندنا ما يعرف بقسم وحده الحشرات الاقتصاديه للمكافحه والانتاج. ده مجال تطبيقي لخدمه البيئه، ان احنا عارفين طبعا ان الحشرات موجوده في جميع البيئات، موجوده في المساكن، موجوده في المباني، زي النمل الابيض، زي الذباب والبعوض وخلافه، زي القوارض دي من الحيوانات، زي الحشرات البراغيث والباء وامل كتب وخلافه. كل دي حاجات بتضايق الناس النهارده، فبتيجي للكليه للمساعده. فالكليه بالمتخصصين اللي فيها والناس اللي بيعملوا في هذا المجال بيقدروا يساعدهم في مكافحه هذه الانواع من الحشرات. اما المعامل التحليل وخلافه، لو في جزئيه تتعلق بالحشرات وانتاج سموم منها، او هي الحشرات نفسها بتستخدم في مجالات طبيه، فممكن يكون احد المداخل في المستقبل بالنسبه للنقطه دي. طيب يا ريت برضه حضرتك تكلمنا على المنح والدراسات العليا للطالب او القسم بيقدمها للطالب. هو بعد التخرج عندنا في قسم بيسجل درجه الماجستير ثم درجه الدكتوراه، وكان في قبل كده دبلوم النحل والحرير، لكن تم تحويله من دبلوم نحل حاليا في اللائحه الجديده الى ماجستير مهني. يختلف عن الماجستير العادي انه بيدرس مجموعه من المقررات الخاصه بتخصص معين المطروح للحصول على درجه الماجستير المهني. تمام، شكرا قوي حضرتك، يعني مبسوطين جدا حضرتك وضحت برضو القسم وفرص العمل للطالب. دلوقتي عايزين حضرتك توجه كلمه للطالب سنه اولى وسنه ثانيه اللي داخل القسم. هو الحقيقه الطالب بيخش كليه الزراعه بيتعرف على قسم علم الحشرات زي ما قلنا قبل كده من خلال دراسته لمقرري علم الحيوان واساسيات علم الحشرات. طبعا الطالب لما بيجي لنا في التخصص طبعا احنا بنرحب بيه جدا، هيجي تخصص الحشرات هيلاقي نفسه في بيته بقى ايه اللي هيتخرج منه، هيتعرف على جميع الاساتذه الدكاتره والمعيدين في القسم، هيلاقي كلهم جنبه في اي وقت بيساعدوه باستمرار، المعامله تبقى معامله كريمه وحسنه للطالب. طبعا بنقول الكلام دوت بناء على ايه الدفعات اللي اتخرجت قبل كده، ما يخافش من دراسه المواد المتعلقه بالقسم، مواد سهله، بس طبعا احنا انا بنصحه بالاهتمام لو في حضور محاضرات هتحضر طبعا، يبقى في مواظبه على الحضور، الحضور العملي، وبرده حتى بعد التخرج القسم ما بينساهوش، لو في اي وسيله اتصال بيه عن طريق الكليه للدراسات او لشغل، ما فيش حد من الاساتذه في القسم بيتاخر عن خريجي قسم علم الحشرات. تمام، شكرا قوي حضرتك يا دكتور، سعداء جدا بتواجدك. انا سعيد جدا واشكركم جدا.